السلام عليكم، مرحبا بكم في درس التعداد. في هذه الحصه غنشوفوا ملخص لدرس التعداد، وبالضبط غنتكلموا على انواع السحب. اذا عندنا واحد الجدول، اذا عندنا نوع السحب وعندنا عدد السحابات الممكنه وعندنا الترتيب. اذا السحب بشكل عام طريقه السحب اما كتكون بالتتابع او في ان واحد. بالنسبه للسحب بالتتابع عندنا جوج ديال الحالات، إما بإحلال أي بإرجاع شيء المسحوب إلى مكانه، أو بدون إحلال. إذا ملي كيكون عندنا السحب بالتتابع وبإحلال، فكيكون عندنا عدد السحابات هو N أس B. ملي كيكون عندنا السحب بالتتابع وبدون إحلال، كيكون عندنا A B من N. في الجوج حالات ديال السحب بالتتابع وبإحلال وبدون إحلال كيكون الترتيب مهم. شنو كنقصدو بالترتيب مهم؟ فمثلا إلا سحبنا كرتين من الكيس، مثلا عندنا كيس فيه مجموعة من الكرات، مثلا ثلاث كرات حمراء وكرتين بيضاوين. إذا إلا قلنا مثلا نسحب كرتين من الكيس بالتتابع وبدون إحلال، فهنا كيكون عندنا الإمكانية أنني نسحب كرة حمراء في السحبة الأولى، وكذلك عندنا الإمكانية أنني نسحب، إذا كيكون عندنا كرة حمراء في السحبة الأولى وكرة بيضاء في السحبة الثانية، أو كرة بيضاء في السحبة الأولى وكرة حمراء في السحبة الثانية، في حال إذا كنا نسحب كرتين مختلفتين اللون. إذا إلا قالوا لنا مثلا نسحب كرتين مختلفتين اللون، غيكون عندنا جوج ديال الإمكانيات. يعني هنا الترتيب مهم بزاف. في حين إذا كان السحب في آن واحد، إذا هنا الترتيب غير مهم. عدد السحابات الممكنة هي سي بي من آن. إذا هنا الترتيب غير مهم، لأننا حنا كنسحبو جوج من داكشي اللي عندي كامل، وبالتالي ما كيهمش الترتيب لأننا نسحبو في آن واحد. إذا هذا كان ملخص بسيط لأنواع السحب. إذا انطلاقا من نوع السحب راه غادي يبان لك شنو غادي تستعمل، واش سي واش ان واش ا. بطبيعة الحال هنا في السحب بالتتابع وبدون إحلال عندنا حالة خاصة في هذا السحب هذا. إذا ملي كيكون نسحب بي من ان من ان، يعني ان من ان، هنا كيكون ا ان من ان، فهاد الحالة كتسمى ان فاكتوريال، يعني كيكون عندنا تبديله.